السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القناة ديالي كتكلم بزاف على القنوات اللي هي قنوات اللي يعني ما عندها حتى مستوى ولا محتوى، وطرقت بزاف ديال على بزاف ديال القنوات وسميتهم، لكن كاينين بعض القنوات اللي هما اللي كيجيو عندك أنك تحكي عليهم، مثل قناة ديال أسماء بيوتي. هاد الشي أسبوعين طلعت واحد السيدة جاية من الديار الأوروبية، كتقول بالله راه تكلمت مع أحمد وعطات واحد المبلغ من المال اللي هو 5000 درهم باش يدعم لها القناة ديالها، وهي جاية غير باش ترتاح شوية فترة، ترتاح في المغرب وتشوف الاهل ديالها، لان الموت ديال الجد ديالها ضرها شويه في خاطرها، ومراه كتعاني شويه من العياء ومن التعب واللي يسبب لها شويه ديال الارهاق، وما نقولوش اضطرابات نفسيه، وبين قوسين يعني مراه جايه كتفوج. قالت علاش لا ما نمشيش نسول على القناه ديالي اللي عطيت الفلوس ديالهم لسيهم حمد باش يدعمني، اللي كان هذا الطلب المتفق عليه. منين مشات عنده، منين اتصلت فيه ما تجاوبش، الرقم مقطوع. على فكرة الرقم والاتصال هي نفس الحكاية اللي كتكرر مع كل منتصب عليه. المهم اتصلت فيه، تليفون مقطوع، بقات كتسول الناس بحكم انها كاينه في قنيطرة. قالوا لها راه العنوان معروف والبيت معروف. هاد البيت كيفاش معروف؟ اي واحد يوصلك ليه، لانهم هما اللي عملوا الاعلان على اساس احنا فرحانين ربي عطانا باش ندير واحد القناة، وديك القناة كبرات وخرجت لنا الفلوس، وهداك الفلوس شرينا بها الارض وحنا كنبنيوها، وحنايا بالجهاد ديالنا احنا درنا فيلا. يعني اي واحد في قنيطرة تقول له فين كاينه الدار ديال اسماء بيوتي يوريلك، ما تحتاجش شي واحد يوريك او عصابه او كذا كما يدعون. المهم السيده ملي مشات طلب على حقها، صدقوا ليها، بغاو يلفقوا ليها تهمه على اساس خدشت السياره. ممكن خدشتها ممكن ما خدشتهاش، ولا كانت خدشتها غادي تكون هذه رده فعل، والسيده كتقول ما خدشتهاش، يمكن تكون داك الخدشه مفتعله. المهم ماشي عندنا هو هذا، المهم عندنا هو هذا الموضوع طرح من مور هاد السيده، لان خرجت كان فجرت واحد القنبله اللي كانت على وشك انها تتفجر وساكتين. طلعت مره اخرى حتى هي ساكنه في قنيطره، وقالت حتى انا نقلب على من يدعم لي القناه ديالي، ولقات سيو محمد ومشات عنده. وعلى مرور مدينه مكناس كتوقف القنيطرة وكتقول ليه اجي نتلاقاو ونعطيك واحد المبلغ اللي اتفقوا عليه، اللي هو نفس الشيء 5000 درهم. وقع لها النصب والاحتيال بطريقة يمكن عنده نفس الطريقة ديال الاقناع، وخصوصا ان القناة ما كتحتاج انه يقنع فيها الشخص الاخر، لانه كيشوفوا فيها الاجتهاد وكيشوفوا فيها النجاح. يعني تيقولوا بان اذا حطها في المنتدى، او هو تيقول لهم الله اعلم انا غادي نحطكم في المنتدى بهذا العدد وبهذه الطريقه، او غادي تنجح لكم القناه ديالكم بحكم انهم هما قناتهم ناجحه. اي واحد كيثيق فيهم، يعني هذا هو المربط ديال الفرس عندهم، احنا ناجحين وقناتنا ناجحه فيها تنجح لكم، واحنا ما كان دعموا حد لان ما دعمنا حد. لا خطأ اسيهم حمد، لله تجرسوا اسماء، انتم ما طلعتوش بوحدكم، انتم طلعتوا بالناس، انتم الناس طلعوكم، وبديتوا منين طلعتوا كتنصبوا على الناس الاخرين، للناس اللي ما فاهمينش كيفاش يطلعوا. انتم صح طلعتوا وفهمتوا كيفاش تطلعوا، لكن لو ما كانش الناس اللي طلعتكم ما كنتوش تطلعوا، وكان ظن كيف ما طلعوكم هاد الناس غادي ينزلوكم. حاليا طلعت واحد السيده جايه كيف قلنا من اكادير، كتقول بان انا راجلي ما فراسوش، كيفاش العيالات اللي كتبغي تخرج غير درهم ديال الصدقه المسكين عابر سبيل تعطيها ليه
يشري بها خبزة أو يشرب بها ماء أو يجمعها على ما خاد من الناس تانيين، ما تقولهاش لراجلها، لازم تقولها لراجلها. شي داك الجولان اللي كتخبيو على رجالاتكم هو اللي كيدير لكم المشاكل. 5000 درهم، الدرهم اللي خرجتي خصك تقوليها انت، 5000 درهم، والاخرى 5000 درهم. هذيك 5000 درهم على 5000 درهم على 5000 اخرين، بها باش دارت البيبان، وبها باش دارت الياجور، بها باش دارت الزليج، وبها باش كانت كتباها وكتقول انا ربي عطاني. صحيح راه ربي اللي غيعطيك وغيعطيني وغيعطي الاخر، لكن الا عطاك ربي ما تماليش، ما تطغيش، ما تطغيش على المسكين. ونقول لكم الصراحه، هي ما ظلمت حد، وسيهم احمد ما ظلم حد، لان اليوم اللي كانت كطلع انتم ما كنتوش كتشوفوا كيفاش طلعت، ما كنتوش كتشوفوا لشنو تطرقت. تطرقت بزاف ديال الفضايح، تطرقت بزاف ديال الاسرار طلعتها، سواء صحيحه او كذبه، كيبقى التقليد عليها. هي طلعت في الوقت اللي كان يوتيوب يلاه بداو الناس كيقلبوا على شنو يفهموا في اليوتيوب، فهموا فيه انه الفضيحه والفضول، باش يعرفوا شنو صاير. بكات وشكات وتخنات ومسحات الدموع ديالها، وجابت امها وكتقول لها ايه ايه لا لا، وبانوا للناس بواحد البراءه، وعاونها رجلها ضد والديه، مما خلى بزاف ديال البنات عندهم واحد النقطة اللي هي خايبة مع العجوزة، سواء اللي تزوجت ولا اللي ما تزوجتش، انضموا معاها. إلا جيتي تحسب شحال من وحدة عندها منضمة معاها على أساس بتساندها وعاملة لها لايك والشيرك عندها، تلقاهم كلهم يا خايفين من العجوزات، يا مخطوبين وعندهم عجوزات، يا عندهم ديجا العجوزات ونايضة معاهم مشاكل. يعني ناضوا ضد القصة وانتموا معها، ماشي ناضوا معها وانتموا معها لان عندها حق، لا، لانهم عالجوا نفس المشكلة عندهم بالنظرة ديالها هي. احنا ما كنقولوش لكم نوضوا تنتوما سبوا في العجيزات ديالكم، لا، راكاين من بعض القنوات اللي العجوزة مع العروسة منجحين قناتهم بالتضامن، بالحب، بالوئام، الاتحاد، ماشي نوض انا نسب في عجوزتي ونعايرها باش نطلع القناه ديالي. علاش؟ باش تشوفني وحده عندها نفس المشكل تقول لها نوضي نوضي دخلي دخلي لهذيك القناه، شنو كتقول لها صاحبتي على عجوزتها؟ هي جريئه قدرت تقول هذا الشيء، انا ما نقدرش نقوله، بردت لي قلبي. دخلي شوفي كتقول لها الاخرى، وما نقولكش بلاتي نعطيها لفلانه، بلاتي نقول لها الوحده دازت عليها هذه القناه ما عرفتهاش، واش عرفتي القناه فلان فلانه؟ غنصيفط لك، سيري دخلي شوفي شنو عندها. هذا الشيء باش توزعت، وهذا الشيء باش نجحت لها القناه. القناه ملي كتطلع بهذه السرعه هذه، علاش نتوما ضد هذا الشيء وكتسمعوا خوتكم اللي بعد مرات كتطلعوا كتكذبوهم، وكتسمعوا خوتكم اللي هما ما عندهمش وجمعوا وعطاو؟ هذا الشيء راه ما صايرش غير مع اسماء بيوتي، صاير مع ندى حسي، صاير مع بزاف ديال الناس. انا قلت لكم غير ندى حسي واسماء بيوتي، لانهم هما اللي طلعوا لهم الناس وناضوا كي يفضحوا فيهم انهم كياخذوا الدعم. علاش كيف ما طلعتوهم ما تنزلوهم؟ دخلي وحيد الاشتراك ديالك، والاخرى تدخل وتحيد الاشتراك ديالها، والاخرى تدخل وتحيد الاشتراك ديالها. انا كم مره قلت لكم علاش ما تكونش واحد الجروب ديال مجموعه ديال قنوات صغيره؟ مثلا انا كنتفرج في واحد القناه عجبتني صغيرة، ما عنديش مشتركين بزاف، كنشوف واحد القناة أخرى حتى هي شبه صغيرة، يعني طالعة شوية على الأخرى، كنشوف وحدة مبتدئة، وكندير واحد الجروب ديال 6 ولا 10 ديال القنوات، وكيدخل فينا واحد فيهم إلا كان عندنا فضول يشوف واحد القناة شنو طلع فيها اللي هي طاغية، ويوزعها علينا إحنا نشوفوها، يديرها كمقتطعات ونشوفوها عنده، ونطلعوا ليه الفيو ديالو، ويحطني انا في المنتدى وانت في المنتدى، وندخلوا بعضياتنا حنا الصغار وغنكبروا. مادام حنا الصغار مشتتين وما كننتميوش مع بعضياتنا للحب والصعود والنجاح، راه عمرنا ما نطلعوا. حنا غير مقابلين داك اللي كبر كنشوفوا فيه وكنطلبوه وكنزيدوا نعطيوه، اليوتيوب يعطيه، النصب كيعطيه، الاحتيال كيعطيه، المشاهدات كتعطيه، وحتى انا بدوري كنبقى نقلب عليه باش نعطيه.
راه عندها الصح الا قالت لكم اسماء ميوتي راه ما طلعني حد. واش هي كانت كتتصل فيكم؟ كانت كتتصل فيكم نتوما اللي مقابلينها، شنو كتلاح وكديروا عنهم؟ مجرد ما كدير اشتراك تيطلع لك اشنو لاحت، كدير الفيديوهات وكدير ستوريات يوميا، لان عندها ما يدار، عندها صالون، هذاك الصالون حاطه فيه البنات، هذوك البنات كيقولوا بالله كتكرفس عليهم، راجلها كيهضر بواحد الوقاحه اللي هو ما تيحترمش فيها الناس، لانه طبعا ما كيحترمش والديه، واللي ما تيحترمش والديه ما غاديش يحترموه الناس وما غيحترمش الناس. حنا هاد المسائل العائليه ما دخلنا فيها، لان حتى لاله امال كتقول انا هاد المواضيع ما كنبغيش ندخل ليها، كنبغيش ندخل نتعمق فيها باش ما ناخدش عليها الشهرة وما ناخدش عليها المشاهدة. كتبغي تاخد المشاهدة هي وبنتها ورجلها في حدود شنو اللي كيعطيو. علاش هاد الناس نجحوا؟ علاش هاد الناس نجحوا؟ علاش رشيدة الراسي علاش نجحات؟ ما كتعير حد مع حد، ما كتضرب مع حد، كتخدم خدمتها، كتنجح راسها في قناتها وكتخدم عليها كل نهار، كتخدم كتخدم منها، كدير غداها وكتصيب دارها وكدير، هذاك هو الروتين الحقيقي. نتوما تابعين اسماء بيوتي اللي طلعت لكم الروتين اليومي والروتين المسائي والروتين الليلي، هادشي اللي كيعجبكم. علاش بنادم ولا حاضر العرا؟ عجبك تعرى وعجبك تخدم في دارك، سد عليك الباب وشقى، ما ديرش كاميرا اللي يشوفوك بها الناس، ولا الراجل تابع مرته كيدير لها كاميرا، لان احمد داير كاميرا لمرته، شد لها من قدامها حتى النص ديال ظهرها. حتى حنا غادي نديرو نفس داكشي لان داكشي طلع المشاهدات؟ لا، راه المشاهدات كاينه، راه غير الفضول اللي داخل باش جا عندك السينيال ديال قناه ديال فيديو جديد وانت بغيتي تتفرج فيه. تحدوا القنوات الصغار وفرقوا عليكم ديك 5000 درهم، 5000 درهم هو صحيح مصب عليكم في الخفاء بينكم وبينه، لكن نتوما اللي طلعتوا دابا وقلتوا الطريقه ديال النصب. صحيح ان في واحد الماده دسمه اللي كتخلي المنتصب عليه المنصوب عليه جالس كي يعطي الفلوس بلا ما يشعر، غير بيناتهم هو عطاكم داك الطعم، عطاكم داك الماده باش تنصب عليكم، لكن انتو ملي كتخرجوا ما كيتيقكم حتى شي واحد، حنا متيقينكم، ولكن فين التوثيق؟ توثيق التهمه اللي انتو وجهتوها ليه وهو جا نصب عليكم فيها. واش هاد الناس حتى كبروا وكتقولوا هادوك الناس معروفين؟ شو معروفين؟ شنو هي الشواهد اللي عندهم لانهم صاروا معروفين وناس مهمين؟ والناس بحال هادوك ما كيعيط لهم حتى شي واحد، ورا اليوم الوزير وليتي العيط لي كيهجوبك، تيقول لك الو السلام عليكم، كي داير سيدي لاباس، واش اخبارك، هي شنو بغيتي، دوز عندي البيرو ولا دوز عندي. هادي حياتها كلها غير في الزنقه وفي الكوزينه وفي الطواليط وفي الصالون. شنو هي الحياه المهمه عند هاد السيده اللي كتقولي لي انتي اصلا ناصبين عليك ومازال ما بغيتيش تحيدي واحد النظره ديال هاد الناس مهمين، هاد الناس بحال هاد الناس، شكون هاد الناس؟ شكون؟ عرفتي بحال هاد الناس شكون؟ بحال واحد الانسانه متقيه الله كتنصحك دينيا وما كتحرفش في الدين، وكتخصك تمشي عندها الا عندك مشكله كتحلها لك حبيا، وكتحلها لك بالعقل، وكتحلها لك بالكلام الطيب، وكتحلها لك بواحد طريقه اللي هي ممكن تكون فكاهيه وتخليك انت جايه معصبه وتخرجي عندنا مش طبيبه لكن صديقه. هادو هما الناس المهمين، الناس المهمين ملي كتمشي تدقي على شي واحد كتبغي تستشري معاه في شي استشاره وهو اكبر منك مكانه في العلم، كيفيدك استاذ جامعي ولا استاذ ولا معلم ولا حتى موظف ديال اي مكان يكون بسيط لكن عنده عقل كبير، هذا هو الانسان المهم. جار عنده حكمه، كبير في الدرب، كبير في الحي، كتستشري معاه، هذا هو الانسان المهم اللي كتدقي عليه وكيستجب ليه. والسيده متكبره عليكم وما كتهدرش، ما كتهدركمش وما كتتفاعلش معاكم، وكتقول لك انا عندي حقي الا بغيت سمحوا لي، راه ماشي هي اللي دايره هادشي، هي راه كتخدم على قناتها بالطريقه اللي نتوما قبلتوها وبغيتوها
وراضيين عليها. امتى كتهضروا؟ ملي كيتنصب عليكم، ملي كيتنصب عليكم عاد كتوليو نتوما باغيين تشكيو شي حاجه اللي ممكن اي واحد اللي مآمن بهذوك الناس ما يقبلهاش وما يصدقهاش. هاد الناس اللي خرجوا، عاد بداو تيخرجوا، راه خصهم يخرجوا من وراهم بزاف ديال الناس، ماشي غير ثلاثه. راه حسب في النهار جوج ثلاثه، الا دخل غير في النهار 100 ألف هذا عيان ما عرفش يقنع. هذا راه ثلاثه ديال الناس، 1.5 مليون، هذا اقل حاجه. من 1 مليون تصدقت في 100 ألف، يعني السيد انا نمشي عند شي حد يقول لي 1 مليون وينزل معايا حتى 100، غادي نعيق، غنعيق وغنقول كاينه ان او من 100 نزلت وكانت 1 مليون، يعني كاينه شي حاجه اللي كلكو شوز ما فهمتش. علاش ما نوض انا نفكر بعقلي وما نعطيش ديك 100؟ بديك 100 كون جا شي حد قال لك الله يرحم والديك راني عندي شيك حاط فيه 1 مليون، دابا لقيت 60 وقلبي ليا 100 ولا 140، الا عندك عطاه لي راني غندخل الحبس على ولادي. وما والله ما تقلبيها لي، والله ما تعطيها لي، والله ما تدبري لي فيها، وتجي عند راجلك وتقولي لي فلانه جات ولا فلان جا وقال لك وانا منين بغاني نجيبها، ويقول لك لا ما عندنا منين نجيبوها لي. لكن باش طلعي قناة في إمكانك أنك تطلعيها مع التضامن ديال قنوات صغار، وديروا اتحاد، وديروا واحد الاستراتيجية، وديروا واحد الخطة أنكم تكونوا مجموعة ديال قنوات صغار، أنكم تطلعوا بعضياتكم وتدخلوا معكم شي قناة اللي هي تكون كتعالج مع الناس هذا الضعف ديال القناه ديالها. راه كاينين قنوات اللي كيبغيو يساعدوا بعض القنوات، غادي تكونوا ضربتوا القنوات كلهم اللي طلعوا، غادي تطلعوا، غادي يطلع المحتوى ديالكم زوين، غادي يطلعوا قنوات ديال الطبخ اللي ما طالعينش، وقنوات ديال الافاده والاستفاده اللي ما طالعينش. هذه هي الخطه اللي ما بغات حتى واحد يفيق بها. علاش ما تقلبوش وديروا اليوتيوب؟ فيه بزاف ديال الحويج اللي ممكن يعلمكم كيفاش ديروا، حتى ديروا التضامن ديال القنوات الضعيفه والقنوات الصغرى. انا قلت لك لو كان جا طلبك شي حد وفلوس، وفي هذيك الفلوس عنده فيها مشكل، مثلا شيكات، او مثلا اجار بيت، او مثلا كتب المدرسه، او شراء دواء، والله حتى ما تعطيهش، تقولي له ما عنديش، لانه فعلا ما عندكش. ولكن منين جا باش انت تعطي هاد السيهم احمد، ودبرتي وعرفتي كيفاش ديري، وقلتي على قولك انت ان ما عندكش، وخديتيهم دبرتيهم وديتيهم ليه، عطيتيهم ليه باردين، لا انت استفدتي اجر ولا هو خداهم على فعل خير لراسو. راه المشكلة ماشي في اللي كينصب، المشكلة في داك اللي كيتنصب عليه، هو اللي العقل ديالو دغيا كيسرح ودغيا كيشد الحاجة اللي ممكن يستغلها هذاك النصاب عليه. هذا الموضوع هذا شوية يعني كيجرح القلب وكيسيل فيه الدم وكيحس به الشخص اللي تنصب عليه، لكن راه ما يمكنش نسمعوك غير انتي والاخرى وثلاثه وكلهم حريم، ما فيهم حتى شي راجل. خاص يخرج شي واحد، ويكون ضروري غادي يكون شي واحد دار شي حيله باش وثق اللقاء ووثق الكلام مع الشخص اللي هو السي احمد، وغادي يطلع الحقيقه ديال كل شيء. لان شحال من واحد تنصب عليه ونفس الطريق بنفس الطريقة، يعني 100 ألف والتليفون كان وما بقاش موجود، وما تحطش في المنتدى وما بقاش التواصل، يعني نفس الشيء نفس الطريقة، ما يمكنش تكونوا متفقين عليه، ما أبدا ما يمكنش، باش تاخدوا حق بعضياتكم وتخليوا الناس اللي باقين ساكتين يخرجوا حتى هما، باش حتى هما يساعدوكم ويطلعوا الحقيقة المرة، باش هاد الناس هادو يكفي، راه بناو وشيدوا وعلاو يكملوا باش يشوفوا واش هاد الدم ديالو جا هاد الناس اللي كيجيو عندكم، واش عندهم دعوه عند ربي كتستجاب ولا لا. وحاشا لله واش دعوات المظلوم ما كتستجابش، ها هي باديه دعوه الوالدين ودعوه الناس المظلومين عندها حق عند سيد ربي، ولو تبقى معلقه مده طويله الا وغادي يجي يوم وغادي يطيح على الظالم.
كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هاد الناس اللي كيخرجوا من هاد القنوات اللي كيطلعوا وكينصبوا على هاد الناس اللي كيخرجوا كيبكيو وتيقولوا، ماشي البكا بالدموع، وتيقولوا راه حنا تنصب علينا، ما نبقاوش نطلعوا ونقولوا لهم لا راه ما ايه فعلا، لا راه ما ينصبوش عليكم محض اراتهم، ما عرفوكمش، راه انتم اللي اتصلتوا فيهم، يمكن هما طالقين سماسريه بيناتهم، وتيقول لك هاو تعطيه، لا عطيه غير 4000 ريال راه رابح. بقاو تساندو هاد الناس اللي كي يطلعوا وكيشكيو وكيحكيو قصصهم باش طيح هذيك القناة اللي طالعة كتدير الناس تحت الصباط وكتدوس عليهم. احنا راه ما كنحسدو حد، بالعكس بغينا المغرب كله يولي لاباس عليه، ولكن بكثرة ما الفلوس ديال اليوتيوب دخلات على المغاربة كتر عندنا الشكاوي والبكاوي، والناس كتبكي، وتا واحد كلشي كيشهق ما يلحق، كلشي الناس كتسنى اللي يعطيها، والناس كتنصب على الناس الجالية المغربية، وكتنصب على الناس اللي جالسة في المغرب، وكتنصب على الفقير قبل الفقير والضعيف قبل الغني، وكتنصب على الناس اللي عندها واحد الحد بسيط في العقلية ديالهم، والناس اللي ملهوفة باش دير واحد الحاجة بالكسل. هادو اللي تيكونوا عرضة للناس اللي كيبغيو ينصبوا بحال سيهم حمد وبحال لهم أسماء بيوتي. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان مزيان، وتفيدوا الناس بديزلايك لهاد القناة اللي هي بدات كتفرع وكدير القرون وكدير العروق وكدير الجذور وكتحط الجذور ديالها برجليها ومثبته راسها، وكتحط المخالب ديالها حتى هي كتعاون بها، وكتقول انا ما عاوني حد. وروهم واش نتوما اللي عاونتوهم ولا ماشي انت اللي عاونتوهم. داكشي اللي وصلت فيه اسماء بيوتي بيكم انتوما، بهذا وهذا وهذا، اما انا اللي كنهضر عمرني ما درت عندها اشتراك. انا كندير اشتراك في بعض القنوات، ولكن ملي كنشوف ان هذاك الاحساس اللي عندي في هذيك اللحظه اللي تفرجت وبكيت وشكيت معاهم وتالمت في لحظه من اللحظات، كنشوف واحد الاحساس غريب كيحسسني اني انا حتى انا راني كنت مضحوك عليا في هذاك اللايك اللي درت، او لربما غير هاد المره بداو الناس كيضحكوا عليا، كندير ديزلايك وكنخرج. راه ماشي عيب الا درتي، ما شافك حد مني درتي لايك، وما شافك حد مني غدير ديزلايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.